مالوش دعوة بحد. ليه؟ ليه كل واحد فينا النهاردة مش شايف غير نفسه؟ لأنه بعد عن ربنا. النهاردة ياما في هناك أناس، ياما ناس شايفينها قدام عينينا، لا لاقين ياكلوا ولا يشربوا ولا لاقين يتغطوا ولا حتى حالتهم حاجة خالص، وانت النهاردة عندك كل ما لذ وطاب ومع ذلك ما بتبصش لأخوك. طب عاوز يحبك ازاي؟ عاوز يحبك ازاي وانت اصلا ما بتحبوش؟ عاوز تسعى لمحبة الناس ازاي وانت اصلا بتكره الناس؟ ليه كل واحد فينا النهاردة اخلاقه ما بقتش حد فينا مستحملها؟ اخوه مش مستحمل اخلاق التاني ليه؟ تعالوا كده نقف وقفة بسيطة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنقف مع بعضنا كده وقفة بسيطة بس مع تلامذة من تلامذة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما أتى الحبيب صلى الله عليه وسلم وتحدث عن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان والزبير بن العوام، وقف الزبير بن العوام اللي هو زوج السيدة صفية، أمه السيدة صفية عمة رسول الله. والزبير بن العوام كان متزوجا من أسماء بنت أبي بكر، يعني كان ابن عمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقف الإمام علي يقاتل في جيشه ضد جيش معاوية بن أبي سفيان، والسيدة عائشة تقف في جيش معاوية بن أبي سفيان. وسيدنا علي عارف ان السيدة عائشة ام المؤمنين، دي ام المؤمنين. سيدنا ابو بكر كان بيقول السيدة عائشة ايه؟ كان بيقول لها يا امي وام المؤمنين. ابوها كان بيقول لها يا ام وام المؤمنين. سيدنا عمر كان بيقول السيدة حفصة بنته امي وام المؤمنين. شوف الادب، شوف الاخلاق، ما كانش يستجري ناديها باسمها ابدا لانها ام المؤمنين. وقف سيدنا علي قال لمحمد ابن ابي بكر اخوها، قال له الحق اختك عائشه ام المؤمنين، ام المؤمنين هيجتمع عليها الخوارج وهينزلوها من الهودج بتاعها وممكن يفعلوا فيها الافاعيل، ودي ام المؤمنين الدنيا هتخرب، دي السيده عائشه يا اخوانا، دي ام المؤمنين. يجي لسيدنا محمد ابن ابي بكر يمد يده من داخل هودجها، عاوز ينزلها من الهودج بتاعها، عاوز ينزلها من على النخه بتاعتها يحافظ عليها. فقالت له اجمع يدك شلت يداك. قالت له ارفع ايدك اتشلت ايدك جنبيك. فقال لها هوني عليك يا ام المؤمنين فاني اخيك محمد، هون على نفسك يا ام المؤمنين، ده انا اخوك محمد وايدي اتشلت لما دعيت عليا. شوف الاخلاق، ايديه اتشلت بمجرد قالت له بس شلت يداك اتشلت ايد اخوها محمد. قال لها اني اخوك محمد يا ام المؤمنين. فقالت انا يا محمد، انا فكرت حد غيرك، انت اللي جاي يا محمد، اللهم اردد له يديه يا رب العالمين. فردت يديه كما كانت، ردت يديه كما كانت التي شلت عادت كما كانت صحيحة. واخذها اخيها محمد وذهب بها خارج القتال ونادى علي بن ابي طالب يا طلحة ابن عبيد الله اخرج الي، تعال لي يا طلحة، احد العشر المبشرين بالجنة. قال له تعال يا طلحة، اتترك عرسك في بيتك وتأتي بعرس رسول الله؟ سايب مراتك في البيت وجايب لي مرات رسول الله تقاتل بها يا طلحة يا ابن عبيد الله، يا احد العشر المبشرين بالجنة؟ ها؟ فسيدنا طلحة ينظر اليه ويضع عينه في الارض وينسحب من المعركة. خلاص كسف، أخلاق الصحابة،
ابرز الي يا زبير. تعال لي يا زبير يا ابن العوام، اتذكر يوم كذا وكذا ان كنا وتقف وانت وانا امام رسول الله وابتسمت في وجهي ساعه ما ضحكت في وشي واحنا واقفين، وقلت لك وقال لك رسول الله اتحب يا زبير؟ قلت نعم. قال لك رسول الله انك ستقاتله في يوم وانت لك ظلوم وانت له ظلوم. انت فاكر لما قال لك انك بتحبني قوي؟ قلت له ايوه. قال كانك ستقاتله وانت له ظلوم، فجاء اليوم وانت ظالم لي. فوضع الزبير بن العوام وجهه في الارض وانسحب ايضا من ساحه القتال. اخلاق. ويسير الزبير بن العوام حتى ينام تحت شجرة أحد العشرة المبشرين بالجنة، ويأتي إليه شقي من الخوارج ويضربه ويأخذ سيف الزبير بن العوام. بعد أن يقتل الزبير يأخذ سيف الزبير بن العوام ويذهب إلى علي بن أبي طالب لعله يأخذ منه الخير. أول موقف على باب الخيمة قال للرجل، قال له قل لأمير المؤمنين لقد قتلت الزبير بن العوام وهذا سيفه. ده سيف الزبير بن العوام هو. وبعدين سيدنا علي يقول له ايه؟ يقول له اخرج يا رجل، يقول للحاج بتاعه اخرج وبشر قاتل ابن صفية بالنار. وانت جاي تقول انا قتلت الزبير هبقى فرحان بيك؟ الزبير بن العوام جاي تقول لي قتلته هبقى فرحان بيك؟ واخذ سيف الزبير بن العوام واخذ يقبل في السيف يمنة ويسره ويقول سيف، طالما رد الضر عن رسول الله. رحم الله الزبير بن العوام. شوف ما فرحش انه قتل الزبير. اخلاقك فين؟ انت فين النهارده؟ اقف على ارض صلبه علشان خاطر ولادك بكره وبعده يتعلموا منك، مراتك تتعلم منك، بنتك تتعلم منك، علشان اللي يشوفك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إياكم أن تفتنوا. عودوا إلى أخلاق النبوة والصحابة. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم جملنا بالقرآن، اللهم جمل أخلاقنا بالقرآن، اللهم جمل أخلاقنا بأخلاق الحبيب محمد وصحابته الكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. مالوش دعوة بحد. ليه كل واحد فينا النهاردة مش شايف غير نفسه؟ لأنه بعد عن ربنا. النهاردة ياما هناك أناس، ياما ناس.